طبعا كل يوتيوبر امبارح صاروا يحكون على قضيه بيسان واسماعيل، وانا قاعد اتفرج عليهم واحد واحد، فحاب اني اوجه رساله لهذول اليوتيوبر انه كل واحد ينتهي بقضيته. طبعا كل لحظه انه شويه الموضوع بدا ينسد، ولكن ما نريد نقول منو قرر انه يرجع يشعله من جديد ويتكلم. طبعا قبل كم ساعه بس كنت راح اطلع واقول انه شكلها القصه راح تنتهي ولازم ندورنا على شيء ثاني نتكلم عليه، ولكن شكل هالقصة راح تنتهي لحد ما نوصل 100,000 سبسكرايبر. فلا تنسون قبل ما نبدأ المقطع تشتركون بالقناة وتحطون زر اللايك، لأنه آخر فترة شوية قلت الدعم. طبعا هذا الستوري اللي خلاني كنت أطلع وأقول لكم إنه قضية راح تنتهي، لأنه بهذا الستوري اللي نشارة أمجد كان يتكلم فيه راح أقرأ لكم يا حاليا. الله يمهل ولا يهمل، وبعدين كتب لهون بتكون خلصة المسرحية. الموضوع صار بإيد السلطات الألمانية، وكل واحد جوا وبرا الأراضي الألمانية غلط بحقنا ولو بكلمة راح يتحاسب بالقانون. أتمنى ما أكون أنا من هذول الأشخاص اللي حيتحاسبون. طبعا بيسان نفس الإشي، أخذت هذا الستوري ونزلته عندها بالحساب مالتها ودعمتها. طبعا حط لكم الستوري حاليا. طبعا الكل دي يسأل حاليا شنو كان رد جواني نزل بحسابه بالانستغرام انه بكره راح يكون اكو مقطع بعد 11 ساعه، يعني على 6 مساء، وكتب فيه المسرحيه ما خلصت، بالعكس هلا بلشت هاشتاج ملك اليوتيوب وجمهوري بظهري ولح ضلوا مضغوطين مني لحتى او مش لحتى لا تموتوا. طبعا الكل حاليا دي يسأل شنو رد مرسال او شنو دي يسوي مرسال قاعد يجهز لكم على اغنيه المليون مشترك. طبعا مبروك مرسال، ما باقي شيء على المليون مشترك، راح احط لكم حاليا الستوريات مالته. مو هن قاعدين هيك عم يحكوا، والله العظيم غنيت المليون رح اصدم الكل، تمام وعلموا على كلام خير ان شاء الله. وبس يا شباب، لنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى حق عجبتكم، بس تحطون لايك تشتركوا بالقناه، وبس مع السلامه.